إن حرص مهرجان دولي القيتارة والغناء على استمرار في اختيارات الفنية ديالو لتمزيج بين ألوان فنية يعني تحتفي بالقيتارة والغناء في حوض البحر الأطلسي وفي العالم يعني بصفة خاصة في إسبانيا وفي فرنسا هذه السنة، يعني ما هي الميزة المضافة للمهرجان هذه السنة؟ أولاً الوصول إلى الدورة الرابعة أتأشر في ظل هذه الإكراهات اللي نشوف دولة كيعرفها الجميع ولا داعي لذكرها، اللي هو شيء اللي هو كبير ويعني كبير بزاف، لأن المؤسسة عملت منذ سنوات يعني ناضلت من أجل استمرار هذا الموسم أو هذا يعني هذا الموعد الثقافي بامتياز. بالنسبة للاختيارات الفنية فهي ضروري ما تكون متنوعة ومختلفة، لأن طابع المهرجان أو موضوع المهرجان هو دائما يتحدث عن الضفتين، يعني من خلال آلة القيتارة وهي آلة يعني كيقتسموها الضفتين، وبالتالي وجود يعني فرنسا وإسبانيا ضرورة باعتبارهم يعني دولتين كيهتموا بزاف بهذه الآلات. نعم، إذا كانت الحضور ديال إسبانيا إرنيتو وكذلك الكرة من إسبانيا إرنيتو من فرنسا وكذلك الاهتمام بالفئات وبالطاقات المواهب الشابة يعني بمدينة العرائش، وكان دائما شعار المهرجان هو أن العرائش منطلق إلى العالم، أكيد يعني انفتاح أكيد هذا هو الشعار الرسمي وتقديم الفنون يعني الغنائية المغربية. الى اي حد استطاع المهرجان ان يدمج هذه الطاقات يعني في يعني منذ القديم، منذ ان يعني ملي تنشا المهرجان، ملي كنا كنحضروا له، ملي كنت انا مجرد يعني وحده من الجمهور قبل ما نشارك في وسط المكتب ديال المهرجان، وحنا كنشوفوا هذا الحضور القوي المحلي والوطني وخصوصا المحلي. المهرجان دائما كيحاول كيشجع الفرق المحليه، ويعني اللي طبعا فرق المحليه دائما تتمنى يكونوا منابر فين تبان فين تظهر الموهبه ديالها، فمهرجان القيتاره واحد من ديك المنابر اللي يتفضلوا كيتالقوا فيها. وهذه الميزه اللي تميز بها المهرجان هو اعطاء الفرصه لهذه الشباب لابراز مواهبها، في حين هناك بعض المهرجانات يعني تساهم في تهميش هذه الطاقات، وهذا ما يعني كيبدد هاد الطاقات غالب في الغالب، لان المهرجان منذ بدايته يعني حارص على ادماج يعني طاقات واعده بالاخص هذه السنه مشاركه وصال وكذلك فرقه السامبرا راتشي وكذلك الجوق الموسيقي الاندلسي. يعني كيفاش جا الاختيار الفني ديال الموسيقى الاندلسيه في هاد المهرجان اللي كيهتم بالقيتاره والغناء؟ نعم، الموسيقى الاندلسيه دائما حاضره معنا، يعني حيت في الدورات اللي ما كتهضرش في الحقيقه كنكونوا ما كرهناش نبرمجوها كل سنه. المشكل اللي عندنا هو مشكل الاكراهات الماديه اللي ما كنقدروش نشاركوا معنا جميع الفرق المحليه او معظم الفرق المحليه، فكيتم اختيار ديال ثلاثه او اربعه فرق وكنعتذروا للاخرين، لان دائما حنايا كما قلتي كنحملوا مشعل ديال تشجيع الشباب وتشجيع يعني المواهب الجديده دائما، وكنفتحوا ابوابنا دائما، ودائما كنتمنوا وكنحلموا يكون عندنا ميزانيه كبيره باش هاد الشباب كاملين يظهروا ان شاء الله في مهرجان القيتاره اللي هو كذلك المهرجان يعني يحرص على يعني اظهار صوره جيده على مستوى الصوره ديالو من ناحيه تقديم يعني اطباق في مستوى تقني عالي، حيث يعني الصوتيات اللي حرصتوا يعني هذه السنه دائما يعني كنلاحظوا بان كنا تميز من حيث اختيار يعني الطاقم التقني اللي كيحرص على يعني اظهار المهرجان من نواحي التقنيه، لان يعني الصوتيات هي اساس نجاح اي مهرجان فني. اكيد، شكرا على السؤال، سؤال مهم فعلا. الصوتيات كانوا ممتازين هذه السنه، وتحيه كبيره للمهندس الصوت ديالنا سيدي حميد اللي هو دائما يعني شريك للمهرجان. يعني احيانا نصيب ونخطئ بحال الناس كاملين، ولكن ميزانيتنا محدوده ما يمكنش نجيبوا صوتيات اللي هي في مستوى عالي جدا، وحنايا ميزانيتنا يعني الحمد لله تبارك الله الصوتيات كانت في المستوى بشهاده الجميع.
وعلى مستوى التغطية الإعلامية لاحظنا حضور دوزين، يعني ماذا يضيف فيها تسويق هذا المهرجان يعني على مستوى الحضور ديالو على مستوى إظهار الصورة ديال الجمهور الواسع اللي كيتبع يعني بغينا نقولوا جديد الساحة الفنية والحضور الفني لمدينة العرائش كمهرجان. نطمح يعني للانتشار وطنيا وباش الناس يعرفوه، وهذا طبيعي. ودوزين هذه سنين وهي كتجي عندنا وكتعمل تغطية إعلامية. أيضا شكر جزيل يعني للصحافة المحلية بكل صراحة، لأن احنا في أثناء استعدادات ما كيبقالناش الوقت بعض المرات حتى الاتصال بالأشخاص، والله العظيم ويحزوا في نفسنا، ولكن دازوا دورات اللي كيجيو هما بقلبهم الكبير وكيعملوا تغطية، وهذا الشيء جميل جدا. يعني داك الشيء علاش حنايا إن شاء الله مستقبلا نعم. وبالنسبة لترسيم يعني توقيت المهرجان في هذه الفترة يعني اللي تحتاج فيها مدينة العرائش إلى احتفاء بالمواسم الخريفية، ومثلا شوية يكون فيها حضور الفن يعني، وهذا يدفع واحد الحميمية وواحد الطابع ديال يعني في هذه الأجواء يعني شوية كيكون حضور الفن والثقافة، فهذا إضافة لمدينة العرائش التي تحتاج إلى مزيد من المهرجانات الفنية. وفي الحقيقة هذا تحدي، لأن المهرجان دائما اللي بدا هو كيتعمل في شهر 8، يعني ملي كيكون تبارك الله المدينة تعج بالسياح المحليين وبالمغتربين اللي في الخارج، وما كانش كيكون مشكل نهائيا للجمهور. بالنسبة لنا اخترنا تجربة فصل الشتاء وعجبنا، والحمد لله كاين حضور قوي، وكيف ما كتشوف الأمور دازت مزيانة بسلام الحمد لله. يعني تقييمك لهذه النسخة كيف يمكن تقييم يعني أنا غنخلي التقييم للجمهور ونخلي التقييم للفنانين والحضور الكريم، ما يمكنش نقيموا راسنا لأن احنا كنعملوا واحد الوجود بإمكانياتنا البسيطة، وكنحاولوا دائما نتمناو باش نرضيو الجمهور، ما يمكنش نرضيو الجميع في النهاية يعني، وما يمكنش يكون إجماع ديال الجميع حول واحد العمل الثقافي. كنتمناو حنا اللي كنوعدوا به الناس هو يعني كنتمناو يتسعوا افاق لهذا المهرجان، وكنتمناو التفاته يعني التفاته حقيقيه يعني من خلال الاقبال.